طالب موظفو دوائر نينوى بصرف رواتبهم المدخرة والمتأخرة منذ أكثر من عامين. وقال الموظفون أنهم يواجهون مصاعب كبيرة جراء حرمانهم من رواتبهم التي سبق أن عزى مجلس محافظة نينوى تأخرها إلى أسباب تتعلق بالتدقيق الأمني. ودعا المجلس حينها الحكومة المحلية إلى إلغاء دور لجان التدقيق الأمني على رواتب موظفي نينوى لأنها تعرقل صرف الرواتب لمستحقيها. والله مشاكلنا احنا صار لنا 3 سنين من تحررنا ولحد الان المدخره مالنا ما جت اسوه للوزارات الاخرى، واحنا ناس يعني مطلوبين وطلعنا من حرب، يعني والله العظيم هسه مديونين المدخره مالنا كلها نطيها للدين، ويوعدونا ويوميه باكر وهالاسبوع وهالشهر، وسبحان الله ما عاد تمشي.